السلام عليكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اليوم هو يوم السبت المصادف الثاني من شهر ذي القعده سنه 1442 للتقويم الاسلامي، واحنا الان في مدينه اسطنبول التركيه، وبالتحديد في منطقه تقسيم وساحه تقسيم الشهيره في مدينه اسطنبول. مثل ما تشاهدوني الان اقف امام مسجد تقسيم الجديد، مسجد تقسيم الجديد، وان شاء الله ينبني وراح نصلي فيه ان شاء الله وتكونون معنا سويا. حبيت اصوركم هاي المشاهد من المنطقه هاي الحلوه، واشهر شارع بها هو شارع الاستقلال، هذا الموجود في هاي المنطقه، شارع الاستقلال في منطقه تقسيم. وان شاء الله تعجبكم هاي المناظر، وان شاء الله اشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.